احرصوا دائما على أن ينال أطفالكم قسطا كافيا من النوم، وإلا سوف تزيد أوزانهم. هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة مشيرة إلى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة الغير صحي بين الأطفال والمراهقين، مثل عدم تناول الفطور وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام، إضافة إلى زيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.